بعد كده ان شاء الله بكره ان شاء الله بالسلامه توصل بعثه الفريق عشان بتستعد بقى لمباراه نادي مصر المقاصه اللي هتبدا يوم او هتبقى يوم الخميس القادم ان شاء الله في مباراه هامه جدا للنادي الاهلي في الدوري العام المصري. طيب هنتكلم عن النهارده اهميه مباراه امس او اول امبارح. الحقيقه امبارح المباراه ناس كثيره جدا اتكلمت عن ان المباراه لم يكن الاداء جيد خصوصا في الشوط الاول وان التشكيل كذا زي ما حضراتكم او زي ما شفنا اراء حضراتكم امبارح والنهارده. الحقيقه ناس كثيره جدا بتكلمني في اطار هذا الموضوع، ولكن من اهم مكاسب هذه المباراه ان النادي الاهلي استطاع ان هو في لعيبه رجعت لينا زي الاول، بقى عندنا لعيبه كره نقدر نتكلم، بقى عندنا زي ما كنا بنتكلم امبارح في الاستوديو، بقى عندنا حاجه اسمها عمق هجومي من وقت ما نزل اجاييه، وبقى عندنا حاجه اسمها عمق الهجومي. العمق الهجومي ده اهم حاجه في الملعب، طبعا كل المراكز مهمه جدا ولكن العمق الهجومي من الاشياء الهامه جدا جدا في فريق كره القدم. امبارح عوده اجاييه على الرغم ان هو ما لعبش غير نص ساعه اول بعد ست شهور، اول نص ساعه الحقيقه قدم اداء متميز، ويمكن لما كان معانا الكابتن سيد عبد الحفيظ امبارح واتكلمنا عن هذا الموضوع قال من اهم مكاسب المباراه سيد عبد جونيور اجاييه، وايضا ياسر ابراهيم الحقيقه اللي برضه كاول مباراه لي شكله كويس واقف كويس عارف يباص الكره كويس، يعني ماشي بشكل جيد في اول مباراه لي. ايضا كريم ندفد الحقيقه امبارح اللي تعامل مع المباراه بشكل جيد طوال المباراه، الناس كلها شافت ان كريم اتظلم خلال الفتره اللي فاتت بشكل كبير جدا، ولكن اليومين دول الحقيقه الناس كلها بتثني على اداء كريم ندفد في المباريات السابقه خصوصا في مباراه امس، مش عشان احرز هدف ولكن طوال المباراه بيؤدي بشكل جيد. في بعض اللعيبه محتاجه لسه تطور من ادائها شويه او ترجع لادائها شويه، وده طبيعي يا جماعه، دايما بتلاقي لعيب الكره بيطلع لفوق وبعدين بتجيله فتره كده من كتر الماتشات.